كانت تجربة ثورة يوليو الاشتراكية هي أول تجربة في المجتمع العربي، واتخذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عددا من القرارات الاشتراكية التي حددت شكل الدولة وسياساتها الداخلية في مجال الاقتصاد، وكان أبرزها توزيع ملكية الأراضي الزراعية على الفلاحين، والتي اشتهرت باسم قوانين الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952، والتي صدرت فور نجاح الثورة، وكذلك تعديلاتها المتتالية، ثم ما عرف باسم قوانين يوليو الاشتراكية عام 1961، والتي أممت وصادرت ممتلكات كبار ملاك الشركات والمصانع لصالح الدولة والشعب. ووفقاً لتلك القرارات الاشتراكية التي مالت إلى أغلبية الشعب في مقابل أقلية من كبار الملاك، فقد كانت شهادة وفاة للقطاع الخاص المصري بعد رحلة قصيرة بدأها طلعت حرب عام 1920، وبزغ فيها نجم الرأسمالية الوطنية بظهور أسماء مثل عبود باشا وأبو رجيلة وسيد بيك ياسين وغيرهم ممن ماتوا قهراً حزناً على شركاتهم المؤممة.